إمام جربت المعاصي والذنوب وأريد أن أتوب فما أستطيع، فعظني يا إمام. قال: يا بني، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن إذا فعلت خمسة. قال: يا بني، هذه الأولى، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن لا تعصيه فوق أرضه. قال: رحمك الله يا إمام، وأين أعصيه؟ وهل الأرض كلها إلا أرضه وملكه؟ قال: أما تستحي فوق أرضه ثم تعصيه؟ قال: هات الثاني يا إمام. قال: يا بني، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن لا تأكل من رزقه. قال: رحمك الله يا إمام، وهل الأرزاق كلها إلا رزقه وبيده؟ قال: أما تستحي تأكل من رزقه ثم تعصيه؟ قال: هات الثالثة يا إمام. قال: يا بني، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن لا تعصيه في مكان يراك فيه. قال: رحمك الله يا إمام، وأين أعصيه وهو يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء؟ وين أروح؟ قال: أما تستحي تعصيه وهو ينظر إليك؟ قال: هات الرابعة يا إمام. قال: يا بني، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن إذا جاءك الموت ليقبض روحك فقل له يؤخرك لتتوب من هذه المعاصي. قال: رحمك الله يا إمام، ومن يستطيع؟ قال: هات الخامسة يا إمام. قال: يا بني، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن إذا جاءتك زبانية النار ليجروك في جهنم فانفلت من بين أيديهم واذهب إلى الجنة. فبكى الشاب وصرخ: كفى يا إمام، والله لقد تبت توبة نصوحا.